اخبار اليوم. الشباب ده واحد من المشروعات المهمه اللي احنا بنهتم بيها جدا الحقيقه، لانه لو تصوروا فيه كم مباراه اتلعبت وكم مركز شباب مشارك وكم الف شاب مشارك، وبعدين احنا مغطين كل الحاجه من الملابس والادوات الرياضيه والتحكيم والانتقالات والمكافئات، فالحقيقه ده مشروع كبير جدا. وانا سعيد ان احنا عندنا النهارده الفرق، فريق ناهيه، مركز شباب ناهيه ومركز شباب فيصل بالسويس، الاثنين موجودين ومقيمين هنا في المركز الاولمبي من امبارح، وهيلعبوا مباراه النهارده على الملعب الرئيسي في استاد المركز الاولمبي، وهيذاع على الهواء مباشره في التلفزيون المصري وفي الاذاعه المصريه. اعتقد دي بالنسبه للشباب حاجه مهمه جدا، وهتخلي كمان كل الشباب السنه الجايه يهتم اكتر بدوري مراكز الشباب، كل سنه هنزود الجوائز.